هذا وقد حذر حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مدوبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك تكريما لجلالة الملك المفدى بمناسبة زيارته للمملكة. وقد حضر المدوبة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من الوزراء في المملكة العربية السعودية وأعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى.